جوهرة اف ام. الدنيا وما فيها. ومن طوط احكي لنا ما تعملها بسهولة صعبة عليه. أنيس. الله يظهر هي الشهرة الإنسان ساعات كي يكون سقيع على القاعة ما تأثرش فيها. حاجة الباهية إنه محبة الناس هذيك اللي تكسبها من الشهرة وكي تكون إكزامبل سيرتو كيما حكيت السيد الوزيرة قالت إنه الصغيرات يتسوق برشا برشا لازم تعطي الإكزامبل الباهي. سينو تعيش قاعد اعطي فيها في بوا معناتها تاع 5 كيلو في دي ومن تو ساكين يقول لك اعطي شد الميكرو يتبع بالميكرو لا انت تخدم موت ولي تقلق مثلا انك ما عادش تنجم تعيش عيشه عاديه ما تنجمش تمشي ريستورون نورمال ما تنجمش تمشي تقضي نورمال خاطر العباد اللي تحب تصور معاك ولا البارح دخلت في الطعم الحوت في المرشي الحوت عادي الناس بتلقى حبيبها تسلم على الناس هذيك من محبه يعني معناتها ما توصلش تقلق معناتها من تحب تعمل سيلفيات وتصاور وكذا المدام ما تقلقش مثلا منكم خرجتوا باش تعملوا خيوه رصت لك تصاور واحد اللي عديتوا في بديتوا الاولاد معناتها اللي عديتوا وقت تاخذوا في تصاور وكذا اكثر من اللي عديتوا وقت انت قاعد مع مرتك معناتها تعمل في قهوه انا متاكد ان مرتك مش تسمع في الراديو فهمتني اعمل ايه تصور تولي تتعود لازم تدابط للسيتياسيون هذه تعرف انه سواء الممثل ولا الفنان ولا اللاعب الكوره ولا في اي دومين يكون كنا يعني معروف شويه هذيك ضريبه الشهره عشرة أخرين بيه والغربة معناتها احكي لنا شوية كيفاش عايش في الغربة انت اليوم الكويت هكا ولا ايه كملت يوم الكويت الاكسبيريونس نتاعي بديت بعد بديت في الاتوال بعد الاتوال مشيت لالمانيا عادي تعال بعدها السعودية يعني الاكستريم فهمت جستمو معناتها هيك الفرق هذاك التيكالج الكبير انك تعيش في المانيا ومن بعد تمشي تعيش في السعوديه ومن بعد تمشي تعاود ترجع من عاش لدوله اخرى اي من بعد مشيت لسويسرا قعدت 6 سنين تريس فهمتني بعد السعوديه يعني برافو كمل الاكسبيرينس تاع فرنسا اي بعد فرنسا مشيت الكويت أما عم مش نرجع للموضوع هذا حاجة جملة وباش من واضح انت تو امين الشرميتي قاعد يعمل في الجناج الجناج هذا اكزرسيس تنجموا تدخلوا تصويت على الباج فيسبوك تنجموا تخرجوا اون ديريكت شنو الجناج قداش عمل حتى لتوا نيس عطينا أربعين جوهرة اف ام